بلانتي. السلام عليكم. مؤخرا احتفلنا باليوم العالمي لمحاربة التدخين، وهذه مناسبة أننا نتفكروا في هذه الآفة الخطيرة وقداش أنها كتفشى في المجتمع ديالنا يوم بعد يوم. ولكن اللي لاحظتوا مؤخرا ما بقاش عندنا على الكارو العادي، قال لك أسيدي ولات عندنا حتى السيجارة الإلكترونية، وليتي لازم تمشي زنقة، مستحيل ما تلقاش شي محل ديالها أو شي بانو الإشارة ديالها. قال لك أسيدي خرجوا سجائر إلكترونية كتنقص الوزن، وسجائر أخرى كتفتح الشهية، وسجائر كتساعد في النوم، ولكن اللي سالات معايا هي قال لك داروا سجائر إلكترونية فيها الفيتامينات. كيفاش؟ الكارو فيه الفيتامينات؟ أقول أنا من الصباح صعب. شي بنينة صعب قروا فيه الفيتامينات؟ ما سمعنا بهذا. ولكن كلكم كتعرفوا ان السجائر الالكترونيه مده هذه هي كتباع، يعني الدوله عطيهم رخصه وما كاين حتى مشكل. غير المشكله ان الدوله نفسها مؤخرا درت واحد البلاغ. وزارة الصحه باستغراب نشر اعلانات تجاريه لمنتوج السيجاره الالكترونيه. باستغراب الدوله كتستغرب، سمعت البانوات وهاد الاشارات وهاد السجائر الالكترونيه نزلوا عندنا من السماء، ياك نتوما اللي عطيتهم رخصه. واو بانو ديال السجائر الالكترونيه، انا اندهشت. يا ربي ما بقيت فاهم والو، كملوا لنا البلاغ كملوا. وانطلاقا من دورها في حمايه الصحه العامه للمواطنين والمواطنات، توضح الوزاره بان منظمه الصحه العالميه لم تعتبر الى حدود اليوم السجاره الالكترونيه بديلا مساعدا للاقلاع عن التدخين، ولم يثبت علميا خلو هذا المنتوج من أي أضرار صحية. ويضيف بلاغ وزارة الصحة بأن السيجارة الإلكترونية تحتوي على كميات من النيكوتين، مما يجعلها سببا في الإدمان على التدخين ومدخلا سهلا للتدخين، خاصة عند النساء والشباب، مما يعرضهم بلا شك للمخاطر الصحية الوخيمة. يا جدع والله العظيم يا جدع، دم فهايم والله العظيم يا جدع والله. احلف بالله، عاود احلف عاود والله حتى تعاود تحلف. السجائر الالكترونيه فيها النيكوتين. با 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 الحمد لله ملي قالوها لنا ما كانتش غتكون في راسي. انا السجاره الالكترونيه كان كيسحب ليا فيها السم البلدي، والله يعطينا وجهكم شفروا به الصبابط في الجوامع وقولوا امين. اجي واحد القضيه اللي ما بغاش تفهم ليا، هي ديك العياقه اللي ولات ما بين الناس بالسجائر الالكترونيه. حبيبه دقتي لك اللاروم الجديده ديال القرعه السلويه، وانت انت قديمه انت هكاك دقي لي كادي بالمذاق التفاير عاد خرجات. اجج صافي خلينا دابا من السجائر الالكترونيه. اجج راح حطوا واحد المنتوج اخر اللي ولا في الاسواق، واحد البواطه كيديروا لها اشهار وفيها كما قال لك كل ما تحتاجه لصناعه سيجارتك الخاصه. بواطه فيها الطابه فلتر قرو خاوي، واهم حاجه الماكينه باش كترولي. فاش كتشوف هذا المنتوج مزيان كتقول شي حاجه ماشي هي هذه، ولكن فاش كتقرا الورقه كتلقى معطينك المانيوال كله باش تبدا العالم ديال التدخين، وفي الاخير كتقول لك افتخر بما ابدع ونعم الابداع. صوتوا لي سبوتنيك. اجي هاد البواطة مصوبة لصناعة الصواريخ، لأن هاد البواطة مصوبة لغرض واحد وهو مبتدئين. المغاربة غادي يوليو يحلقوا الفضاء فابور ويمشيو يحتلوا كواكب أخرى. المغرب بلد زوين، ولكن غير أنت تفتح من هنا أش ديك المخزن يفتحك من هنا. دابا خلاصة القول، ولات عندنا السجارة الإلكترونية وقال لك غادي يقننوا الحشيش، ولاو كيبيعوا لنا الماتيريال باش نروليو، علاش ما يزيدوش يشجعوا المنتوج الوطني ونصاوبوا حتى حنا السبسيل الإلكتروني؟ واي نوت. يتعذر حاليا إنجاز نطرتكم، المرجو تعبئة شقفكم لإنجاز هذه النطرة، شكرا. وعالم الله ايوا سيدنا الحلقه ديالنا سالات كالعاده، ما تنساوش انكم تطحوا الموقع ديالنا h24info.ma وديروا لنا واحد سبسكرايب صغير لاشين. نتلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله.